ترند ميرا يا حتة لبيع الرجال تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، ايه قصة الهاشتاج ده؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في خبرنا. تصدر قصة ترند ميرا يا حتة لبيع الرجال اللي ابتكرته ميرا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي في كافة البلدان العربية على منصات فيسبوك، تويتر، انستجرام، واتساب. أصبح العديد من المواطنين في تساؤل، وادعى البعض أن ميرا يا حتة تقوم بتقديم عروض تساهم فيها ببيع الرجال مقابل أموال تبدأ من 5 جنيه على مختلف وسائل السوشيال ميديا. تصدر العديد من التغريدات على موقع تويتر قصة ترند ميرا يا حتة، حيث أشار أحد المغردين ويستنكر هذا الترند بسبب الأسعار التي تقوم برصدها أمام بيع الرجال، مضيفا أن هذا الوضع من أسوأ ما وصلت إليه السوشيال ميديا. ميرا يا حتة قامت بهذا الترند لبيع الرجال تزامنا مع عروض عيد الحب، حيث تقوم بعرض الرجال مع بعض الهدايا وبأسعار بخسة للغاية. وأشارت بعض المصادر أنها تقوم بتلك العروض في عيد الحب بهدف إراحة الشباب داخل مصر. يمثل حساب ميرا حتى على الحساب الرسمي لها على الفيسبوك، ولكن حتى الآن لم يتم التعرف على المالك الرسمي لهذا الحساب وما هي هويته، ولكن صاحب الحساب عرفت نفسها بأنها فتاة وتقوم بنشر صور لشباب وسيمين وتعرضهم للبيع بسعر رمزي. وتقوم تلك الفتاة بعرض هؤلاء الشباب للفتيات التي تعجب بهم. يجب عليها إرسال رسالة إلى حساب ميرا، ولكي تتمكن من الوصول على الشاب يجب عليها دفع الحوالة النقدية. وحتى الآن لم يتبين بشكل حقيقي السبب وراء إطلاق هذا الحساب وما الغرض منه. وبالتالي تم الرد على هذا الترند بسخط ودقيق على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار ضجة الكثير من نشطاء مواقع التواصل. ومن ثم قامت كافة الصفحات بمحتوى الميم والقصص التي تروج للاستهزاء بنشر هذا الترند بشكل واسع بين مختلف الفئات. ولسه ياما هنشوف من الترندات اللي ملهاش أي أساس. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.